يلا دلوقتي هناخد الفرق بين كادت ناقصة وكادت تامة. صلي على النبي. كادت ممكن تكون تامة وممكن تكون ناقصة. أنا عندي سر زي السر بتاع كان، لو ما اتفرجتش على الفيديو اتفرج عليه. قلت لك السر بتاع كان الدرس اللي فات الجملة الاسمية. هنا السر بقى إيه؟ قال لي هنا السر في المضارع، إن الخبر بتاعها هيكون مضارع. يلا نشوف الأمثلة وبالمثال يتضح الأمر. قال لما يجي يقول لي كده بدأ المعلم الشرح، ادي جمله، وقال لي هنا بدا المعلم يشرح. قال لا، هي بدا هنا الخبر بتاعها مضارع، في بعدها مضارع. قال لي لا يا مستر، ده بدا المعلم الشرح. طب هنا بدا المعلم يشرح، ده فعل مضارع اهو. وانت قايل لي الخبر، الخبر لازم يكون ايه؟ مضارع. طالما مضارع يقول عليها ناقصه، يبقى دي هعربه اسم بدا، ودي ما ينفعش اقول بقى خبر بدا. صلى على الحبيب، ما ينفعش اقول فعل مضارع ده خبر بدا. هتقول ده هتعربه لي كده فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر. فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر، تقديره هو، يعني اصل الكلام بدأ المعلم يشرح هو، يبقى فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طب فين بقى الخبر؟ فين خبر بدأ؟ هتقوم قايل لي كده والجمله الفعليه اللي هي يشرح هو، اللي هي بتتكون من الفعل والفاعل، في محل نصب خبر بدأ. تاني واحدة واحدة. طب اعرف لي دي الأول يا مستر، مش دي كده تامة؟ وأنا أعرف إيه في التام، يعني اللي بعدها سألوه لي فعل، يبقى المعلم دي فاعل والشرح دي عادي جدا مفعول به بكل بساطة. طب بقى هنا اللي هي الناقصة، قال لك لا ده في اسم بدأ، واسم بدأ بيكون مرفوع والخبر بيكون منصوب، يبقى أنا أقول اسم بدأ مرفوع. طب هي الشرحين بقى الخبر بدأ؟ قلت لك لا، لازم تعربها لي واحدة واحدة. هتقول لي فعل مضارع مرفوع تمام وعلامة رفع الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، عندي اشرح هو، دي جمله فعليه كلها. هتقوم بقى قايل لي كده والجمله الفعليه في محل نصب خبر بدا، لازم يكون خبرها جمله فعليه فعلها مضارع. تمام. مثال تاني، مثال تاني. شرع الله الحق. المثال هنا شرع الحق يسود. كل بساطة فرق بين كده ناقصة وكده تامة، أنا قلت لك لازم يكون الخبر فعل مضارع. هل هنا في فعل مضارع أصلاً؟ قال لك لا، شرع مفيش بعدها حاجة. طب شرع هنا أهو مضارع، إذا دي ناقصة، يبقى الحق دي اسم شرع، ودي هتقول لي زي الإعراب اللي فوق بالظبط، يسود فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة زي اسمك الفعلية في محل نصب خبر شرع. يبقى الفرق بين كده ناقصة وكده تامة بكل بساطة يكون الخبر مضارع. هنا الخبر مضارع، قال لي لا شرع الله الحق، يبقى شرع فعل والله سبحانه وتعالى فاعل، والحق مفعول به، مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. يبقى انا كده عرفت الفرق بين كاد التامه وكاد الناقصه.